بكم أعزائنا المشاهدين في عدد جديد من حصة فطوركم علينا. ما نطولش عليكم، نروحوا ناخذوا ونعودوا نتلاقاو. مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين، كما راكم تشوفوا رانا في توب شوب، نروحوا ناخذوا واش لازمنا العدد تاع اليوم. يلا تروحوا تاخذوا معنا. والله نرفدوا الزيت تاعنا اللي هي زيت إليو، وانا تفكرت باللي الملح ما عنديش. والله نزيدوا نرفدوا السكر تاعنا اللي هو سكر منتوسي فيطال. والله نزيدوا نرفدوا الجي تاعنا. اليوم راني عطشان، واحدة للفطور وواحدة للسحور. والله أعزائنا المشاهدين، مازالنا ندوا اللحم تاعنا ونتلاقاو في الكوزينة. السلام عليكم. فيون داشي تاعنا واجد؟ نعطيه لي. واش بيك وصرعك رمضان اليوم؟ واش بيك؟ هيا صاحب طورك. عودنا ولينا لكم أعزائنا المشاهدين بعد ما شفتوا واش قضينا العدد تاع اليوم. العدد تاع اليوم رايحين نديروا بطاطا رولي، على بالي رايحة تجيكم كيفاش بطاطا رولي. تبعوا معنا نشوفوا واش لازم لنا البطاطا رولي تاعنا. عندي بطاطا كنت غليتها، خليتها حتى بردت ورحيتها، درت لها غير شوية ملح. فوالا عندي شوية بصل، عندي أربع حبات بيض، عندي كريم فريش سائل، عندي ثلاث مغارف فارينة، وعندي الثوم، وعندي المعدنوس. فوالا نروح نخلط المكونات تاعي. كما قلت لكم هنا عندي بطاطا غليتها بالملح، نزيد لها أربع حبات تاع البيض، نزيد لها شوية بصل، نزيد لها ثلاث مغارف تاع فارينة، نزيد لها الثوم، نزيد لها كريم فريش سائل، نزيد لها شوية تاع معدنوس، ندير لها الملح، نزيد لها شوية تاع الملح وفلفل أسود، شوية تاع الملح، ونخلط كل المكونات مع بعضهم. رايحة تجينا شوية جارية كما راكم تشوفوا. نخلوها تجينا شوية جارية. فوالا بالنسبة للتحلية رايحين نديرو طارت وشوكولا. أنا خيرت شوكولا نوار، كل واحد واش يحب، واش يحب يدير لها. نجيبو نديرو الكريمة تاعنا. فوالا نديرو كريم فريش. فوالا نديرو كريم فريش هنايا. نزيدو الشيكولا تاعنا ونخلط حتى تذوب الشيكولا. فوالا الشيكولا تاعنا دابت، نزيدو لها الزبدة. فوالا ونخلو الزبدة تاعنا طيح تذوب حتى تذوب الزبدة، ونخلوه يبرد، نطفيو عليه ونخلو الزبدة تاعنا تذوب في الشيكولا سخونة. فوالا كيما راكم تشوفوا. أعزائنا المشاهدين ما تروحوش بعيد، نتلاقاو بعد هذا الفاصل. عودنا ولينا لكم أعزائنا المشاهدين، الكريمة تاعي تاع الشيكولا راهي واجدة. فوالا نروح نحط الخليط تاعي اللي خلطته مع البطاطا في سنيوة تاع الفور اللي كنت أنا وحطيت لتحت الورق اللي لازم يكون تاع الفور، ونفرغ عليه الخليط ونمشيه في السنيوة كاملة. فوالا
وعلى نفرشوا على كمال السنيوه تاعي ونحطوها في الفرن حوالي كما قلت لكم، يكون الفرن 180 درجه، تريح حوالي 20 دقيقه في الفرن. فوالا الفرن تاعي انا كنت ديجا حطيته يسخن. فوالا ما تنساوش حوالي 20 دقيقة. فوالا بالنسبة للكريمة تاعنا راهي واجدة، نروحو نفرغوها فوق لاطار تاعنا. فوالا نمشوها مليح ونخلوها تبرد حتى تشد روحها، نحطوها في الثلاجة حتى تشد روحها. بالنسبة للحشو تاع البطاطا تاعنا، نجيبو مقلة نديرو لها شوية زيت، ونقلو فيها الطماطم واللحم الملحية تاعنا. نحطو اللحم الملحية تاعنا، نزيدو لها الطماطم، نزيدو لها شويه تاع الثوم والتوابل، نديرو شويه ملح شويه فلفل اسود شويه تاع الملح، ونخلوهم يتقلاو. بعد ما يطيب لنا الرولي تاعنا، الحشو تاعنا يوجد، لاطار تاعنا ندوها تبرد. ما تروحوش بعيد اعزائنا المشاهدين، نعاودو نتلاقاو بعد هذا الفاصل. عاودنا ولينا لكم اعزائنا المشاهدين، بعد ما شفتوا هذيك الخلطه تاعنا تاع البطاطا، فرشناها في سنيوه حطيناها في الفور، كان حوالي 180 درجه، قعدت حوالي حتى 20 دقيقه، نحيناها قلبناها فوق الالومنيوم. الحشو تاعنا اللي هو فيونداشي فيه شويه طماطم وشويه ثوم راهو واجد. دروك نروح ندير لها شويه تاع فرماج، نديروا لها الفرماج. ومن بعد نزيد فوقها الحشو تاعنا، فيونداشي اللي كنا طيبناه من قبل، كما راكم تسمعوا الدراري راهم مقلقين يستناو فينا على الطنبولة. هكذا ونروليوه، فوالا نحكموه هكذا بورق الالومنيوم. فوالا فوالا نزيروه مليح باش يشد روحو. هكذا ما نعاودوش نردوه يطيب خاطرش راهو واجد، نزيروه مليح ونخلوه حوالي 5 دقائق هكذا، ومن بعد نحوه ونقطعوه كما نحبوا. أعزائنا المشاهدين، ونقول لكم نعاودوا نتلاقاو بعد هذا الفاصل. عاودنا ولينا لكم أعزائنا المشاهدين، لاطار تاعنا بعد ما حطيناها في الثلاجة ارتاحت راهي واجدة. رولي تاعنا كما شفتونا روليناه وخليناه ارتاح 5 دقائق في الألمنيوم باش شد روحو وقطعناه راهو واجد. أعزائنا المشاهدين، ما نطولوش على الدراري اللي راهم يستناو فينا باش يشاركوا في طنبولة. ما عليا غير نقول لكم شهية طيبة، نتلاقاو في طنبولة. عاودنا ولينا لكم اعزائنا المشاهدين، كما قلت لكم الاولاد راهم يستناو فينا على جال الطنبوله، بلا ما نطولوا عليهم نخليهم يستناو ونروحوا نشوفوا شكون المحظوظ تاع اليوم. رقم 13
نعطي لي هذا. هاك صايم اليوم ولا لا؟ لا هاك صايم، جعت ولا مازال؟ شد هذا، قول لهم صحة رمضانكم، وصحة فطوركم. شد هذا، شو يبقى شدو. توب شوب يهدي لك قسيمة ب 2000 دينار، قيس 200,000، هدي شريها ألعاب تاع العيد. والله ما تعطيهاش لباباك. وأنا نقول لكم أعزائنا المشاهدين، لحقنا نهاية العدد تاع اليوم، استناونا غدوة إن شاء الله في نفس القناة في نفس التوقيت. صحة فطوركم، صحة سحوركم، سلام.